السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك فيها وصفة للزيادة في الوزن من ضمن السلسلة اللي كطرحها عليكم قناة جرب حكم للزيادة في الوزن والتسمين طبيعيا. قبل ما نبدأ معكم أخواتي إخواني هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جرب حكم لأول مرة، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على زر التواصل وصفاتنا فضلا وليس بأمر. رجعوا أخواتي كيفما كتشاهدوا، المكونات تاع الوصفة بسيطة. بالنسبة للشوكولا، الناس اللي كيعانيوا من الامساك ما يستعملوش الشوكولا، يغيروا الشوكولات بالعسل الحر يعني الطبيعي او زيت الزيتون، يعني ما يستعملوش الشوكولات. اللي عنده الامساك ما يستعملش الشوكولات في هذه الوصفه هذه. اما الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي يمكن لهم يستعملوها مع الشوكولا، كتجي لذيذه. عندنا في هذه الوصفه ديالنا ثلاثه ديال المكونات. عندنا الحمص، الحمص اللي كيتباع اللي كنعرفوه كنتناولوه مع الفاكهه، الحمص محمص. فقط غيبقى لنا الطحن ديالو، وغادي نحتاجو مكون اخر وهو الحلبه. المقادير ديال المكونات، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الحلبه مطحونين، الحلبه محمصه ومطحونه، ناخذ منها جوج معالق كبار، وغادي ناخذ نصف كيلو ديال الحمص مطحون محمص، يعني الحمص مطحون محمص نطحنوه ويكون عندنا البودره ديال الحمص، وجوج معالق ديال الحلبه مطحونه كبار مع نص كيلو ديال الحمص مطحون، نخلطوهم مزيان ونخلطوهم مع بواطه ديال او كاس ديال الشوكولات السائل. او بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يستعملوا الشوكولات يمكن لهم يستعملوا العسل الطبيعي او زيت الزيتون، يعني لكم الاختيار. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال سهله، الطريقه ديال الاستعمال بعد كل وجبه غادي ناخذ معلقه كبيره نتناولها من هذا الخليط اللي حضرت. يعني فاش نحضر هذا الخليط نديره طبعا في شي بواطه ونخليه باش نبدا نستعمله بشكل يومي، ناخذ منه بعد الافطار مباشره معلقه كبيره نتناولها بعد الغداء وبعد العشاء مباشره. بالنسبه لهذه الوصفه هذه خلال الاسبوع الاول كوني على يقين الا ما كنتيش كتعاني من حتى شي مشكل صحي غادي تحسن لك الشهيه ديالك وغادي تزيدي في الوزن بشكل طبيعي. بالنسبه للناس اللي ما يمكنش لهم يستعملوا هذه الوصفات الطبيعيه، المراه الحامل والناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي كيعانوا من الحساسيه، قبل ما يستعملوا اي وصفه التجؤوا عند طبيب واستشروا معاه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كيف ما ذكرت لكم كتخد ثلاثه المرات. الا بغينا نعطيوها للاطفال ديالنا غادي نعطيوهم نصف الكميه، وغادي نعطيوها لهم فقط جوج مرات في اليوم، مره في الصباح ومره في المساء. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يستعملوا يعني الحلبه، يمكن لهم يعوضوها بالسمسم، يمكن لهم يضيفوا يعني اي مكون اي مكسرات لهذه الخلطه هذه، كتجي رائعه. ودائما دائما الوصفه لازمها المساعدة التغذية المتوازنة والصحية، وأيضا تكون الحالة النفسية مستقرة. إلا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي بإذن المولى عز وجل كوني على يقين أنك غادي تزيدي في الوزن بالوصفات الطبيعية. قبل ما تستعملي اي وصفه طبيعيه دائما كننصحكم انكم تاخذوا الوزن ديالكم باش تعرفوا بان الوصفه واش تستمروا عليها واش كتزيد في الوزن. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي في التعاليق رانا كنستعمل اي وصفه وما كتعطيش النتيجه ديالها، هذا غادي يكون عندك شي مشكل صحي ضروري تلتجئي عند الطبيب وتعملي الفحوصات ديالك باش تعرفي السبب، لان ما يمكنش ان المواد الطبيعيه ما تستافديش منها. مثلا بحال هذه المكونات هذه صحيه ومفيده لكل الناس، الا كيف ما ذكرت لكم الناس اللي عندهم حساسيه او امراض مزمنه او المراه الحامل. بالنسبه لهذه الوصفات الطبيعيه فهي جدا رائعه ومفيده للكبار والصغار. كنتمنى منكم اخواتي اخواني تجربوا هذه الوصفه ديال الحمص مع الشوكولا الرائعه او زيت الزيتون. الحمص بالنسبه للناس اللي عندهم الامساك ما يستعملوش في الوصفه، ما يستعملوش فيها الشوكولاته، يستعملوا معها زيت الزيتون والحلبه، ويمكن لهم يضيفوا السمسم يعني زنجلان محمص، يمكن لهم يضيفوا السوجه محمصه، يمكن لهم يضيفوا اي نوع ديال المكسرات لاعطاء هذه الوصفه هذه واحد القوه. كنتمنى منكم الا كانت هذه الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وايضا كنتمنى انكم تشجعوني وتدعموا قناه جرب وحكم، ويعني وتشاركوا وصفاتنا مع الاهل والاحباب لتعميم الفائده. جزاكم الله خير، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.